كبيدات كي دايرين؟ صافا بخير، كلشي مزيان، اموركم هانيه، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الاحوال. مرحبا بكم في فيديو جديد اختي. لاول مره تشوفي القناه ديالي ديري ابوني اختي وفعلي الجرس باش يوصلك كاع الفيديوهات الجداد. الكبيدات القدام اختي خليو ليا جيم كومونتير، ومرحبا بكم اختي في هذا الفيديوهات اللي كيعجبوكم وكيعجبوني حتى انا. دونك حنا غدا ان شاء الله غادي نشدوا الطريق، ومازال ما جمعت حتى حاجه ومازال ما دايرت حتى شي حاجه. نتوما راكم ماشي غراب، راكم دوزتوا معايا المره اللي فاتت باش كنت قلت لكم شي بالي كاينه شي حاجه. دونك كما قلت لكم اختي غدا ان شاء الله غادي نشد الطريق ومازال ما دايرت حتى شي حال، حيت كما قلت لكم في الفيديو اللي فات انه كنا ماشي اللي فات اللي قبل كنا داك المره كنا توجدنا كلشي صفر وداك الشيء وما كتابش، فما بغيتش نصبق ثاني الفرحه بليله، قلت خلينا اختي لاخر لحظه. دونك اليوم ان شاء الله قفني الله فقط ضربتها بواحد تدويشه وغادي ندوز لوجهي. شو ما سديتوش لا روينا اللورا تحضي راس اختي. دونك هانتوما فقط كي قلت لكم دوشت وجهي، درت ليها البنات، غسلته بالجل اللي كان نيتواي بيه وغسلته بالكوماج. الجل راه ماشي هو هذا، ولكن هاد لاكام ديال بيكسي هو اللي كنغسل به الغاسول ديالو. وبالنسبه للكوماج استعملت غير هذا البنات، استعملت غير اللي عندي واجد. بغيتو كان عندكم الوقت توجدوا شي حاجه في الدار هكا اولادا ديروا اختي اللي بغيتو. المهم دابا غادي ندوز اختي نحيد الزغب ديال وجهي، راه شحال ما حيدتوش. المهم دابا انا راه اختي بلا مكياج لا فيلتر لا والو، كان مزدين هادشي حتى الحجبان المهم كنت راسي ما تعمروش فيه الوجه، ما طراسيهمش انا البنات، الحجبان خفافين داكشي اش كان واخا ما نديرش المكياج كان طراسي حجبان. المهم هانتوما اول حاجه غنحيد الزغب ديال وجهي. دابا عطيتكم لي زيتاب لو بغيتو تنقيو بشرتكم، غسول كوماج، ومن بعد اختي غنحيدو الزغب. عندكم اي زيت استعملوه ديال الوجه بيان سيغ، ماشي شي زيت اللي ضركم. عندكم زيت ديال جونسون كاع استعملوه، انا عندي ولكن انا استعمل هذا ديال لامارك درانك اليفانت، هذا ديال الوجه، زيت ديال الوجه غنستعملوه هو اللي لقيت حدا يدي، ماشي ضروري ماركه معينه، اي زيت عندكم جربوه. ميرسي شيري فراسكم. حنا الغدا والله مساليه باش نصاوبو، غادي كانت عندنا شي ماكله في الفريكو هي اللي جبدتها نديباني بها، حيتاش خليت عليا كلشي حتى لاخر لحظه كالعاده. يا ولكن ماشي لخاطري، ماشي لخاطري اختي. المهم هنا من بعد البنات غادي نحيدهم، نحيد الزغب بهاد الموس ديال هادو اللي كيتباعو، هاد العاديين البنات كيقول لا كينوض الزغب حراش وما عرفتش داكشي. انا البنت درت شي 50 انا نحيدهم. لا خويا لا لا، واش يحسب واحد اللعيبه زوينه، واش يحسبك حسانه بحال احسن ليا كما كيحسن راجل. هانتوما البنات هادو انا شي 5 سنين وانا كنستعملهم، ما طرا واش بنت ليكم عندي راه وجهي هكا كان هكا باقي، ف انا الصراحه مناسبيني. دونك هانتوما غادي نحاول نبدا وندير الملايات هي قدامي. هانتوما البنات الزيت اهم حاجه باش ما تجرحيش وجهك، يعني كتمشي الزازوار صافي وكتبداي كتجيب ديال الوجه باش كضربي ضربه واحده ما كتيكونش الوجه مكمل. واو واو يلا بديت. راه البنات كتحيد حتى الجلد الميت، يعني كتحيد الزغب وكتحيد حتى الجلد الميت. شوف ويك ويك. شوف اجي تصدم، شوف اللحية اي نتوما عندكم اللحية هاكا تخبيوها هذا راه الجلد الميت. هانتوما البنات راه كنوريكم شوية وكندوز للمراية شوية لأنو راكم عارفين الشوفة في التليفون ماشي الشوفة في المراية. المهم عاوتاني اختي ندوزو لهاد البليصة، ركزوا البنات لا تقيسوا حجبانكم ولا تقيسوا شي حاجة، ايه بشوية صافي ما كنوصلش للحجباني صافي. وجب اختي جب اختي كان غادي يعاودو يفوتو كتير، لا مكيعاودوش كتير. هاي 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 على اللحية مضحكنيش، راه شادة التزوار عندك اللحية في جبهتك عمري شفتها. دابا الا حيدتها لك بعدي راه خرج لك انت اللحيه. لا انا ما عنديش اللحيه بطبيعتي، ما عنديش اللحيه اصلا.
شوف البنات انا راه حتى الدوفي حتى المونتاج كنحيدو به، راه كاين البنات هما اللي كيقول لا راه كاينو قوي ما كاينو قرا ما كاينو قوي لا والو، انتما واش باين ليكم راه ما كاينش عادي جدا. غير هي البنات راه كنأكد على انه الزيت لانه الوجه تقد ديري ليه الزيت وتجبدي باش كتمشي تجبدي الوجه باش كتمشي معاه وما كتجرحي ما والو، راه حيتاش كتبقى راه موس. دابا اختي مورا ما سالي تشوف تشوفوا الكواليت اللي لقيت في وجهي راه ما يمكنش قراشي ما صار وصلنا. شوف اختي راه ما يمكنش ناري 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 حيت قلت لكم شحال راه شي 6 شهور ولا هذا ما درت ما زعما نقيت هكا وجهي وكنت كنحس به انه فريمون وجهي بداو كينوضوا فيه حيت كي قلت لكم راه كتحيدي كيتحيدوا لي بوين نوار كي حيت كتجري معاك جلد الميت هو كيتحيد. من بعد البنات جيبوا اي كريم اي زيت اي حاجه عندكم دي ماكيون ودوزوا هكا باش تزيدي الا عندكم شي حاجه لاصقه تزيد تحيد. دابا هنايا البنات في هذه المرحله تبع مورا كتنقي تحيدي الزغب وداك الشيء يمكن ليك ديري شي ماسك ومن بعد ديري شي تونر ديري شي كريم مرطب المهم عطى الله ما يدار. انا غادي نمشي حتى نتغدى لانه انا شوف راه كاين عندي هنايا انا الزغبه ما كنحيدش هاد الزغبه البنات حيت انا مزغبه من هنايا ويلي راه ما جايش مشوه راه كيبان لكم نتوما انه مشوه غير مع الكاميرا اما راه تيبان عادي. المهم قلت لكم البنات انا لانه وجهي بعض المرات ملي كنكون يلاه حيد الزغب تيحمر ليا وكيدير ليا الحساسيه داكشي علاش بعض المرات كنخليه حتى كتهدن مزيان عاد كندير ليه الكماله. دونك انا غندير واحد الماسك ولكن تنمشي نتغدى ونرجع. سيدات ما كملتش معاكم اختي نعاود عليكم كل خرافه. شوفوا راكم عارفين ملي كتكون عندك شي حاجه ما كيكونش عندك الوقت. شوفوا هذيك وليت كتبان ليا ناري البنات قلت لكم ملي كتكون عندك شي حاجه ما تيكونش عندك الوقت باش عاد نبقى جالسه ونقاد معاكم. والله الا عرفتوا صافي ملي قلت لكم غادي نمشي تصبروا صبروا صافي حتى كنعلق في العلاقه. قلت لكم مني قلت لكم راه غادي نمشي نتغدى وعاد نجي نكمل سكين كير. صافي اختي مشيت تغديت نوض بدينا كنجمعوا الدار قلت لها عزيزتي ما نمشيوش نخليو الدار مرونه ما عندي ما عندها من كترجع من الصفر الروينه ديال الشنطه ود الصفر وعاد الروينه ديال الدار كنبغي نمشي نخلي الدار نقيه. فمشينا جمعنا شويه هكا هزيت دوك السدادر المهم بحال قولي خملت هزيت دوك السدادر لانه ملي كان جا داك الريح ما هزيتهمش وانا عندي الشراجم الكوزين الصالون فيه جوج شراجم دونك من هنا ومن هنا بجوج مدخلوا ليا الريح. صافي هزيت داكشي هكا وشطبت ما بقيتش صراحه شي روينه واحد ديجا كل ساعه كنهزو ونشطب ونحيد الزربيه وداكشي. صافي ايوا قلت لكم البنات ملي سالينا عيط لي عز الدين ابل وقطع لي الفيديو قلت لكم ملي سالينا اختي صافي عندنا مشينا كان خصني ندوز للمحل نقاد شي سلعه نقضي شي غرض عاد من تما جيت بحالاتي اختي مشيت نيشان نحط عز الدين في الصالون مام اختي ملي غسلت بغيت اختي نصوب شعري طار خصني نرتاح. صافي ودزت صوبته في الصالون ومصوب بوكله هو ما بغيتش نطلقوا لكم لانه انا شعري راه ما يبقاش واش هاد بوكله حتى الغدا شعري اختي كنتشهى انه يكون في داك الفوليوم داكشي ولكن شعري دغيا كيهبط دغيا كيهبط. صافي صوبت واحد الصالون هنا حدايا اول مره صراحه نمشي نصوب عندهم حيت حدا الدار وداكشي. صافي اختي ودابا غادي نوض نجمعوا الباليزه نوض نجمع اختي باليزتنا وما تبغيت نضرب شي تشفيفه المهم شنو نقول لكم اللي قالك لي تقول ليك خلاص صحتي مراكشيه كتقول لي قالك لي تقول لي بغيت نقول لكم البنات راه من بعد باش تكملوا هكا اللي بغات زعما اللي غادي دير بحالي حتى هي وتهلا في وجهها وداكشي. من بعد البنات راه انا ما درتش الصراحه ماسك لانه صافي مابقاش ليا الوقت كي قلت لكم ولكن درت سكين كير ديالي عادي جدا اللي هو درت هاد تونر ديال بيكسي مع هاد السيروم يعني داكشي بلا زعتر تونر و السيروم ومن بعد لا كريم هيدراتون ديالهم. المهم هاد لاكام البنات راه كام هذا من غير السيروم اللي وريتكم داك المره هادي راه واحد لاكام دايرينها على ودي التفتيح ديال البشره واش فهمتوا دونك هادي كلها كام كلها. صافي اختي هادشي اللي كاين دابا غادي نوجد واحد الباليزه عرفتوا كيفاش كنشوف فيها راه هي في القنت وفوق منها شل الحوايج ووسط منها ثلاثه الباليزات اخرين المهم نظن نشوفو كنديرو نجبدوها. شوفوا يا البنات على روينه شوفوا 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 تما حوايج عزيزكم وهنا يا حويجي باليزة دورت عليا الوسط شوف 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 الروينه كدايره انا يعني منين غنبداو منين غنسالي
ايوا اختي يلاه جبدت الباليزه. شوفوا هاد الروينه اللي هنايا، انا نقول لكم انا نورمالمون، المهم يقدر يكون هادشي اللي مسطين، ولكن البنات انا من النوع اللي كنبغي الحاجه تكون فريمون منظمه، خصوصا في حاله السفرات شي حاجه غير شي بلاصه ما كنعرف فيها حتى حد. المهم كنبغي الحاجه تكون على حقها وطريقه باش ماشي نرجع ويتندم معايا الحال. فانا في كل سفره كنبقى شهر قبل كنقلب على البلايص فين بغيت نمشي، الحوايج اللي غادي نقاداتي، وكل ما كنشتريهم كنصور به. دابا كان عز الدين نقلب بالتليفون ونوريكم عطو ميمو ديالي. المهم انا هكا ماشي غير في هادشي، راه في كلشي. علاش كنقول لكم التقديه كنكتب داكشي بورقه وستيلو، اي حاجه كنكتب بورقه وستيلو، لانه انا هكا كنحس براسي داكشي الافكار تيكونوا عندي بزاف في راسي، ملي كنديرهم بورقه وستيلو كننظم راسي صافي. كنبقى عارفه هادي درتها هادي ما درتهاش، واش فهمتوا؟ ماشي بحال ملي كتبقى اصلا كتشكل فكره في راسك كتجي واحد الشيء كتلقايه مشات. فقلت لكم المهم اختي طيب هاد البيجاما ما عرفتش اختي واش كاين البرد ولا الصهد. المهم قلت لكم فانا يا اختي في كل سفيره كيخصني ننظم الحاجه مزيان. هادشي ما كتبهاش في التليفون ولا ما كتبهاش في الورقه، ولكن كتبها في التليفون، دايره كل حاجه بوحدها. البلاصه ديال فيها البلايص اللي بغينا ندورو فيهم ولا البلايص اللي بغينا نشوفو داكشي، وحده اخرى فيها اللبسات لدرجه انه اللبسات قد التنسيقات هادي مع هادي مع هادي باش كنكون مرتاح. دابا هادشي علاش هنايا نسيت في هادشي، حيت كل حاجه بوحدها، مثلا هاد الصايه مع هاد التيشيرت، هاد السروال مع هادي، هادي مع هادي، باش حتى ملي كنمشي ما كتبقايش تالفه. ديجا الصراحه انا كتوقع لي حنا ملي كنبغيو نسافروا كيخصني نبروفيتي بزاف في الوقت، فكنبغي ندور على خاطري. ف ملي كيكون داكشي منظم كتكسبي الوقت، واش فهمتوني كيفاش؟ المهم عندي هاد الصايه اختي مع هاد البودي، دونك كل حاجه في قلب حاجه صافي، وباش تيبقى لي هادشي مزيان. دونك اختي قلت لكم واحد السريوي نسيت وقت نوض ليه، فاختي مقاده التنسيقات صافي، وجبت التليفون قبيله وجلست كنقاد هادي دايره مع هادي، هادي مع هادي، صافي باش كنمشي اليز وما كننسى حتى شي حاجه، واش فهمتوني؟ صافي اختي. المهم كنبقى انا كننظمهم بحال هكا كنلويهم وكن باش ما كيشدوش لي سباس بزاف من غير حركه. شي حوايج هكا اللي كنديهم زايدين نقدر نلبسها، نقدر ما نلبسهاش في الشك. يا اختي الزوج راه هارب عليا ومخليني يا اختي. راجلي ما موالفاش، دابا نقول لكم راجلي انا ما موالفاش ليه، يعني عز الدين راه ماشي من النوع ديال الرجال اللي عنده مع الدوران مع الصحاب مع داكشي. راجلي انا مخرجتش انا وياه ما تيخرجش، واش فهمتوني؟ فاختي اليوم بنت لي في الدوران مجاهيل النهار اللي انا مشغوله، عرفتوا ما حيت الكوزينه كنوجد ما ناكل، وما حيت كي قلت لكم خصني خصني نمشي نخلي الدار نقيه. جمعت الصباح صراحه جمع معايا وداك الشيء في الصاله باش هز ليا السدر وداك الشيء صافي. ومن بعد كان خصني نضربها بالتجفيفه وداك الشيء صافي. وهو عاد جا مع دابا كونجي، عاد جا يمشي يشوف صحابه وداك الشيء. ايوا انايا شعلت لي شعلت لي البوله، كنضحك ماشي زعما بصح مقلقه ولا كنضحك معكم، ولكن زعما تنقول لكم دابا انا كون كان مثلا راجلي شي واحد اللي كيخرج بزاف وداك الشيء كنبقى فيا الحال، ولكن ما تيخرجش بزاف تخرج مره في شحال ولا هذا ما كاينش المشكل. نجمع معكم اختي. قلت لكم مشى عند واحد صاحبو، انتم دير حوايج في التيكو تاختي، هذا الشيء اللي كنبيع لكم راه كناخذ منه راسي والله باش تكونوا عارفين حق الله العظيم. خصني نمشي نجيب مقص، وهاد الخويط خصنا نجيبو ليه مقص. هادي والله الا كنت واخده كولور وحده اخرى وخليتها في الماء، واخدها لراسي ومخليها في الماء. جات واحد البنت لصقاتني عليها فبعتها ليها وخديت انا لون واحد اخر وحق الله. ايوا قلت لكم صافي مشى قبيله تلاقى مع واحد صاحبو صافي، وانا قلت ليه وخليتيني وبقيت ما حلتي التسيق، ما حلتي الباليزه، ما حلتي الجماء هادي، ما حلتي الكوزينه، ما هادي بالي. قلنا صافي صافي. ودابا عاوتاني وعيط لي واحد صاحبو، دابا شي 8 عيط لي واحد صاحبو وقال لي راه غادي نمشي نشوفو ونمشي. قلت له سير. داك صاحبو شحال ما تلاقى مع الصاح صافي اختي، تقيشرات اختي ملبس الداخليه تاعي. ودابا اختي جيت نجمع هاد اللعيبه ديال اللي غندير فيها المكياج وكلشي، خشيت لا كريم ديالي هذا باش الجل باش كنغسل وجهي، الدونتيفيس هنايا ديودورون ديالي وديال عز الدين، وختي دي ماكيون ديالي ما لقيتش فين ندير غير شي شويه منه، بقيت غنديه كامل صافي. هادو لي كوطون ديسك غنديرهم هنا في الجنب. ها نتوما البنات هنا درت الكاكر لي ريفيرونس لي كنخدم بهم بزاف صافي. هنايا في هاد لاطخوس غنجمع هكا داكشي لي رقيق
بحال الشيتات وداكشي، وهادو هما لي باليت اللي غادي ندي. ورويح البنات غندي هاد لي بارفان درا مبقاش ليا فيها بزاف. المهم غندي اختي عزيزة عليا وديال الشتا اصلا ديال هاد الجو. هاد الميك اب علاش مخليينا فيه؟ بيدات مهم البارح اختي ما كملتش معاكم الفيديو دونك اليوم النهار اللي غادي نسافروا فيه، قلت خلي حتى هكا نقدم معكم وجهي وداك الشيء باش الفيديوهات الجايين يكونوا غير ديال الدوران وهذا. فالبارح ديجا ملي كنت كنجمع الباليزه ما كملتش معكم، كنت سمعت الدقان، كانوا جاو جات خالتي ولوستي وداك الشيء، ماما تعز الدين ودارهم صافي، وبقيت جالسه معاهم ما ساليتش صافي حتى مشاو هي عاد باش كملت الباليزه باش وريتكم داك الشيء الاخر اللي جمعت صافي. بالنسبه لليوم يا بنات انا اختي كنت ديجا باغا نلصق الشفار، المهم تيجوني تيجو كيوت زوينين. المهم انا كنت خديت هادو ولكن ما عرفتش واش غادي يجيوني ولا لا، حيت انا هاد الماركه نورمالمون ما عمري لصقتها، وهادي غير 11 وانا 11 واقيلا غتجيني صغيره، ما عرفتش والله ما نكذب عليكم، انا غادي نجربها في واحد العين بانت لي صغيره، راه غادي نحيدها وغادي نلصق شي شفرين اخرين. كبيدات شوفوا هما الشفرات اختصاي يقولوا لي كيجاوكم. المهم هما ماشي عامرين بزاف ولكن راه زوينين. المهم نعدي بهم، راه هما هادو البنات اللي غيسولوني، ولا كول اللي كنخدم بها هي هادي لاكول الكحله العاديه اللي كلشي كيخدم بها هادي. دونك اختي المهم وريتكمش الطريقه، ما عرفتش واش نتوما مهتمين ولا لا، باش ما نزيدش نطاول عليكم الفيديو بزاف، مي الا بغيتو الطريقه قولوا لي وندير لكم فيديو الجاي ان شاء الله. دونك اختي دابا نبدا نقدم الماكياج. اول حاجه البنات غندير الفوند دو تان، غنديرو هي هكا فوق البلايص اللي بغيت. شوفوا البنات خرجوا لي ثاني الحبوب في وجهي، هما ديناموسا ولكن هادو حبوب خرجوا لي في وجهي. المهم غادي ما غنكثرش الماكياج حيتاش صراحه ما بغيتش ملي كنكون شاده الطريق ندير شي ماكياج كثير، كيجيني بحال اصلا النهار كتشدي فيه الطريق تكون هي ديال التمره وديال العرق، واخا دابا ماشي الصيف مي واخا هكاك شويه ديال المونتيستر، غير شويه ما غنديرش بزاف. شوفوا انا عارفه راسي مشاكه وحالتي حاله اليوم، ولكن قبلوا عليا اختي راكم عارفين كيكون الصفر صافي كتلفي، خصوصا كيخصني نجمع كلشي ما نسى حتى شي حاجه. نثبت بالبودر دابا كبيدات طراسات حجباني، غادي نسطرو ماشي شويه بلونتيستغ حيت هذا غلطتو على هذا. دابا اختي غادي نديرو شويه ديال البينيتانت، ما غنديرش فراج، غندير بينيتانت عاد فراجو حيت كي قلت لكم عندنا نهار طويل خص الماكياج يشد ليا نهار كامل، فهذا غيشد ليا اكثر، كنديرو عاد تندير فوق منه الفراجو حيت غادي نمشي نجيب شي سلعه هي الاولى نمشيو نجيبوها باش نجيبها للمحل عاد نمشي، لانه ما غاديش نكون فخصني نخلي ستوك ديال السلعه، حنا كونجي المحل ماشي كونجي. فمن هذا الموسم من هنا يعني حتى البنات راه المحل غادي يكون خدام البنات، راه كاين اللي مقابلوا ليا فغادي نخلي المحل خدام، وغادي نحاول الى لقيت كندير نصور لكم السلع اللي غنجيب، غنجيب شي حاجه زوينه ان شاء الله دابا شويه صافي. ومهم راه كاينه خدمه راه كاينه انا اللي ما كايناش. دابا كبيدات المهم درتي واحد اللون غير هكا مارو باش متبقاش فوق عيني عريانه، وغادي ندير ماسكارا لتحت البنات صافي، وغادي نوض نلبس عاد سالي عاد نضربها بشي تعكيره خصي، وعاد خصني نمشي نجمع الحاجات الاخرين اللي ما خديتش ننسى الشارجور الدوايات ديالي. بعد مرات عرفتو فراسكم كثر عليا كنسى الدويات ديالي ديال الضيقه ديما، ملي مشيت اخر مره للعرس في القنيطره عرفتو راه يا ربي يحفظ وحق الله عرفتو كتشدني الضيقه صافي كتشدني الكريز، وتنسى انا الرشاشات ماشي ديما تنهزهم معايا، واخا ملي كنت صغيره كنت ديما رشاشه عندي في الشكاره اولا في الصاك اللي غنخرج به، والرشاشات عندي في الدار دابا كنحطهم في الدار كتشوفو كنحطهم فوق راسي في بيت الناس باش وقت اللي احتاجيتهم كنديرهم. ايوا اختي هادشي اللي كيمون، دابا غادي نوض نلبس ونرجع. وهادي انا اختي هذا ريزولطا فينال، المهم هذا مكياج سامبل، لبست هاد القويميجه هكا هادي غوز مع هاد السريول بحال هكا ممثله، ما نوقفش صراحه باش نصور عليكم دابا حتى نسالي معكم هاد الفيديو هنايا باش ما نطولش عليكم. دونك المهم حنا دابا يلا غادي نشدو الطريق نمشيو نجيبو شي سلعه عاد غادي نسافروا ان شاء الله المحل الاول. دونك غادي نسالي معكم الفيديو هنايا
ديروا لي جيم اكتبوا لي كومونتير وابوني. نتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله ما يكون عطوره ولا مساريه وداكشي. يلا تهلاو فراسكم.